ليش؟ المقدم دائما يتقدم ولا ما يوقف. انت مقدم من قبل عندنا بس اليوم مقدم عندهم. مدحه بس يعني تحس انها سامجه. مدحه برزحه ها؟ لا سؤال مدحه برزحه ذي ايه وش رايك ما اجيب لكم مصحون اغير يلا سارت سارت المكرونه معك الله يديك العافية. ما خلصت؟ ما خلصت وانت وش؟ ايه ولومكم؟ اذا خلصت على جنب. يلا حيا. ولوم الشباب. هلا والله. احنا جايين هنا نبي ندور سوالف. ان شاء الله قاعد بدري اليوم. ايه. ها؟ لازم اقعد بدري انت المقدم. حبيبي على وجهك. الله يسعدك. بس امس يلا حيهم امس زعلتني يوم انك قاعد متاخر ارحب صلاه مكرونه يوم انت غدا والله ما اجيها ايه فانت فاهم علي بدر انا ابي ابو بندر ابو بندر نعم انا رجال انت تعرفني احب صوت احب صوتك جدا والله فراح ابي شيله ثاني يلا راح ابي شيله راح ابي شيله انت رتب الكلام كنت بقول راح ازعجك انت اسمع ورتب الكلام بس ووجه عطني شيله خليني ابلع ذي وبطلب منك شيله ذاك حافظ بعد ايه لا شنو سحر البيان ما صدق والله سحر البيان اشهد انه صدق سحر البيان بس اهبد له ما شيء لا هذا 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 بدري شيء فيه ها عطنا بما ان سعود اخوك صوته تعبان فانا ابي منك انت داوود مو حقنا سعود هذا ها خلنا نزر سماطنا سماطنا نروق شوي يلا اعطوني صدى اعطوه صدى يستاهل اعطوني صدى يلا راح هو بيجي هذه شيله تفهمون الشيله وتعرفونها ولا يلا اسلم طرف تشوف يا قرم تفرجت على عيون السود تلحفت الهدف وقفه تعرف الخلاويه جرحت الخاف قلي بل وفا والحب لك ممدود مشيت وكانك اللي ما سكن بك صامحانية يا ولي راح يا نايف ووسط العيون السود أحبه واشتري قربه وهو شفي وغالية أذوب ليات بسم لي وأقول شلون يا المقرود تروح وتحرم يدنك تعانق لفة يدي نسيت الغطر سهل أجلك ويام الغناج والزود كسر ذاك الغرور وفايض الوجدان حانينا وانا بنت الله تقف سلاطين البلاد حشود جمعة الزين وجدود تدوس الموت والهيا جدود تشرب الدم الحمر والثور البارود تدك البيد ما جابت دروب المجد عارية وانا من وين ما لدت عيوني بنت عز وجود غدا قلبي مثل غصن تلعبها الشمالية كسرني لعن وجدا وخلى دربنا مسدود ولا غير سكن قلبي على هالارض مولية شلع عني مثل حرن كفخ ما ظنتي بعود دخلك يا ولد حوران وضر قرب الجية سبحان الله صح صوتك صح صوتك صح صوتك صح صوتك يا بندر اه قصد هاي تاثر فيها تاثير مو طبيعي لبيه هلا واجد بغني انا تبي تغني؟ يلا غني والله ما ردك يلا يلا يا عنده عنده يلا اه
أعطوه صدى. آخ. أعطوه صدى. أعطوني صدى. يلا روح. والله. ألو. يلا. أضبطك أنا. إجحاد ها. والله مقدم حلو. إيه خالي. قال في سؤال. ها. نبي مشروب مع الأكل. تبي مشروب؟ إيه. عندي موجود بس أخلص. عندي. إيه. ها ماني مجازيك في صدك وهجرانك وداتك الله تلقى واحد ثاني أتعبت أنا أتعبت العيان ولا أقدر قشانك وأنت ولا شيء سويت على مقدم جديد ماشي لا 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 يلي تقول وزعيات ايه وزعيات يا مقدم مرحبا بك وانت متسابق سابق مرحبا بك يا مقدم وانت متسابق يلي طولت الغيبة ولا طول الوقت بالله كم باقي تخلص المكرونيا وانت يا الراسي اللي جاي ما عندك شيء ليتك معنا في المطبخ اليوم ليتك طابخ وقاطع حام سمعنا كان اشوالك من جلستك اليوم ابشربي يلي ما اضرب ايش الصدى ليش اقسم بايات الله لا 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 اقسم بايات لا لا ابربي مشيتها الاولى مشيت الثانيه اما اجي سني يقول مالك ابربي اذا ما جاش راح ازودك 200 نقطه كذا حلو عكس المستوعب تعال كم باقي اما يجي صحيني يقول من هي الملكه ذيك شو اسمها منو الملكه ذيك اللي البارع السؤال ايش يقول وش الملكه يعني اخونك الله عشان تعرف معنى الخيانه الله ليش مو راضي تصدق اني ما اعرف اخونك قلبك الطيب كذا من غيره وغير حنانه ما هذا انت قلبك الطيب انا اقصد واحد دخلت جو انا داري انا شكلك كمل هذا اللي حاضر يا اخي عاد عطنا واحده ثانيه نعم ايه يعود موزن يعود موزن دك والله بيها يلا انت معك وشكه مع العود اهداء الى المندومي وشلون تقسى يا حبيبي وانت عودك خزران لا عاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية يا عود ما سموك عود الا ولي قدوا ليان حتى الاسامي غيبها عن وفتك متغاضية يلا تحنن ما بعد جربت في الدنيا حنان على عيوني يا محمد بندر عجلك قمنيتن دريشن يلا نرجع المطبخ قمت ايش المهم درمندر يلا مشينا المطبخ معلش تشيل منو ها تشيل هذه يلا ابو بندر ايش رايك تشغل مايكك يعني يلا عطنا شيء تعال عليا اه خلنا نسمع الشيء لا وجهه وجهه شلون تغرقس يا حبيبي وانت عودك خيزران لا عادي تكسى مثل ما تكسى السنين الماضية يا عود ما سموك عود لا حتى لا يدي عينها عن قطفتك متغاضية يلا تحنن ما باعها جربت في عمري حنان نظر
انا حبيت شغله انه يصفق نفسه. بسم الله عليك، شوف يلا مشينا المطبخ.